لهلا ما استلمتي؟ أنا فكرت إنه وصل لعندك وشفتي، ولهيك اتصلتي فيني. طلعت نتيجة التقرير وصارت عندكم. دكتورة أنت شفتي التقرير ولا لا؟ شفته سيد كعران، أنا بعثت التقرير لعندكم على البيت بعد ما اطلعت عليه. بالحقيقة أنا اتصلت بالسيد ريشاب مشان خبره بالنتيجة، بس هو ما رد، بظن إنه كان مشغول. دكتورة أنا آسف، موبايلي ما كان معي لهيك ما رديت على اتصالك، بعتذر، بس ممكن تقلينا شو النتيجة؟ ليك سيد ريشاب، النتيجة طلعت إيجابية وصح. الحلو كان محطوط فيه سم. دكتورة أنت متأكدة؟ طبعاً أنا متأكدة سيد ريشاب. مثل ما قلت لك، الحلو اللي بعدناه على المخبر بيحتوي على مادة سامة. شكراً دكتورة. العفو. شفت ريشاب؟ أنا ما كنت عم كذب، هداك الحلو كان محطوط فيه سم، بس أنت ما صدقت كلامي أبداً. أنت صدقت كل العالم وصدقت إنه خالتي صار لها ما دخلها وما صدقتني. ليش هيك ريشاب؟ ليش؟ كتير منيح، منيح إني ما أكلت من الحلو، هي كان بدياني آكل منه مشان تتخلص مني، لأنه أنا أكبر مشكلة بحياتها. هي مفكرة إني إجيت لهون لأخذ مكان بريتا. خالتي سارلا بتكرهني، بس هي بتكره شيرلين أكثر من ما بتكرهني بكتير، ولهيك هي قالت بوقتها إنه كناين العيلة لازم يأكلوا من هذا الحلو. شيرلين ضلت تقلكن، هي بكيت كتير وترجتكن لحتى تصدقوها، بس ما حدا فيكن صدق كلامه ووقف جنبها، وهلأ هي لحالة. أنا رايحة أشوفها، بتمنى تكون منيحة. أكيد في غلط، في شي مو صح بالقصة. مظبوط، وأنا عندي نفس رأيك، هالشي مستحيل. قلتوا غلط؟ شو صاير لك كاران؟ دكتورة هلأ قالت لك إنه الحلو كان فيه سم، نتيجة طلعت هلأ والتقرير أثبت إنه صار لها أورورا حطت سام بالحلو اللي عملته، ورغم هيك شيرلين حاولت تقلنا هالشي من قبل، بس ما حدا فيكن صدق كلامها ووثق فيها. هلأ الدكتورة قالت لكن وكمان مو مصدقينها؟ وانتو التنتين اسمعوا منيح اللي رح قلكن يا، طلعوا من هاد البيت فورا، روحوا على السجن خبروها لسار لأورورا إنه هي عملت غلطة كبيرة معنا، ورح تتعاقب على كل الشغلات السيئة اللي عملتها. يلا روحوا بسرعة. مدام كارينا لو سمحتي، خالتي راكي، ستي، كاران، ريشاب، سمير، كلكن بتعرفوا إنه أمي مستحيل تعمل هيك شي مع عيلتكن، صدوني هي ما عملت هيك، اتهموها بشي ما عملته مشان يورطوها. هلأ أمي بالسجن لوحدها، يا ترى شو بتكون حالتها هلأ؟ لازم شوف أمي فورا. شريستي، خلينا نروح. شريستي بسرعة.